درب النجوم بحلقة جديدة بحييكم مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم بإطلالة جديدة من خلالها منتلمس طريق النجوم شلون بيكون، شو اللي بينوره، شو اللي بيضيئه، وشو هي العوامل اللي بتساعدنا أنه ننجم بحياتنا. المحبة بكتير من الأحيان هي اللي بتاخدنا لأماكن منحقق من خلالها بطولات. اليوم مو بس البطولات اللي منحققها وإنما الفضة والذهب. خلونا نشوف هالمسيرة الطويلة اللي بلشت بالمحبة، خلونا نشوف هالعيلة اللي اشتهرت وعلى مدى سنوات انها بتجيب الذهب، خلونا نتعرف على البكر بهي العيلة. اليوم ضيف حلقة درب النجوم البطل الملاكم على مستوى العرب وعلى مستوى آسيا، سومر غصون. بدي اقول لك اهلا وسهلا فيك، سعيدين بوجودك. اهلا فيك. اليوم عم نلتقى باحد افراد عائلة التقيناهم بكثير لقاءات، ولكن اللي بميزك سومر انه انت بتحب الملاكمه. ايه بحبها. فالحب للملاكمه هو اللي خلاك تتدرب كثير، هو اللي خلاك تبذل جهد كبير، وانت البكر بهي العائله هو اللي خلاك تحاول قدر الامكان انك تحصد الذهب. وكثير من المقالات الرياضيه اللي انكتبت عن سومر وهو عم يحصد الذهب حصاد، شوف قد جميل هذا التعبير. فخلينا نبلش من البدايه. انا التقيت بوالدك بحلقات ماضيه، الملاكم البطل حسين غصون حكى لي عن الطريقه اللي بيحاول قدر الامكان انه يزرع حب الملاكمه فيكم، ولكن اذا ما كان الامر من الداخل صدقني بيكون شيء صعب. صعب. فخلينا نحكي عنك انت. باستثناء اخي محمد. لا محمد حال استثنائي. ايوه محمد وقت اللي قال لي انا مو حب، انا بحب سافر. فكان في عنده دافع. لا في دافع، في دافع انه هو يحقق شيء. ايه اكيد. انت لا، الامر عندك مختلف، انت الامر عندك مرتبط بالمحبة. هلا انا بعكس محمد نهائيا، انا يعني من اول ما خلقت على الدنيا وبلشت اعرف حالي اني ملاكم، بحب اللعبه. يعني هي اللعبه ماشيه بدمي، فما بس ما بس مشان السفر، بحبيت انه انجازات، اعمل شيء انجازات، يعني اكون اسطوره باللعبه. ومشيت على هذا الشيء والحمد لله حققت نتائج منيحه. يعني هلا بهي المرحله اللي انت وعيت على الملاكمه، قديش كان عمرك؟ بتتذكر سنه سنتين؟ انه ثلاث سنين؟ لانه على اللعبه. ايه والدك خبرني من قبل انه انتم لما كان عمركم سنه بتلاكموا. انا ببوعاها لانه كان والدي يتدرب. بتبوعاها من 3 سنين و4 سنين. بلا حتى القفاز بتذكر، كان قفازات قديمه اللون بني، حتى بتذكرها منيح البسها حتى لو ما كان الوالد كنت البسها ولاكم الحيط الشجره. المهم اني بدي العب رياضه والعب ملاكمه. كان في تمرينات مرافقه للتدريب على الملاكمه، صرت تتقنهم بعمر صغير التمارين؟ أي. خاصه بالملاكمه ولا هلا في بشكل عام؟ كنت اتمرن في شيء اسمه لياقه عامه، كنت اتمرن بسنه تمارين السويدي، الجري، السباحه، هدول من اساسيات اي رياضي. والملاكمه الخاصه هذا والدي كان يعني بيعطيني الحركات، التكتيك الحركي. مثلا في عندنا حركات بالملاكمه كثير، في شيء اسمه تكتيك، هذه بتاخذها من المدرب. بعدين انت بصير عندك طريقه بدك تبدعي فيها، هذا اسمه تكنيك. انت يعني بتصير عندك فضول تعمل طريقه غير مدربك. فكانت هذه مني، اما كتكتيك هو الوالدي. او المدرب بشكل عام، يعني مو ضروري يكون بس والدي، انه بجوز يكون اي مدرب هو رح يعطيك التكتيك. بس مدربك الاول هو والدك. والدي اساسي، لكن هو الاساس طبعا. كان يدربك ويدرب كل اخواتك، في شيء كان يميز تدريبك عن تدريباتهم؟ يعني هو بيحس انه انت بتحب للعبه كثير، فكان انه في اهتمام فيك اكثر بالتدريب ولا لا؟ كيف كان يكون الاهتمام؟ مو يفضل حدا عن حدا، بس ما هو تفضيل. هو بين المتدربين ما في تفضيل. بس ليش؟ لانه انا كنت اطلب منه. انت بدك اخواتي خلصوا تمرين، انا كل لسه بدي اتمرن. فانت تتمرن باوقات البريك. خلصت تمرينك هلا على حساب راحتك. صح. يعني ايوه. هلا مثلا عندنا تمرين الصبح ومساء، الصباحي بيكون من 9 مساء ل 11، او بجوز ما يكون في توقيت، المسائي 5. انا احيانا اعمل تمارين بيناتين. شو كنت تاكل بهداك الوقت؟ هلا اكيد الرياضي ياكلوا غير البني دايما ادم العادي. بعد اخر حلقه يقولوا لي بس اساليهم يعني شو كانوا ياكلوا، لانه كثير بتبذل مجهود. هلا لما بنكون بالبطولات اكلنا كله بيكون غذاء وبيكون كثير. قبل البطوله بدك تخففي، لانه الاكل الزايد مزعج مزعج، بخفف من حركه الملاكم او اي لاعب.
وخصوصا نحن لعبة قتالي بده يكون في خفه، في سرعه، في لياقه، في تحمل، فبدك تخففي، بصير اكلك خفيف ومغذي اكثر من اول شيء. اما اول فتره 6 شهور فيك تاكلي كل شيء، بعدين بضل 3 شهور هون بيصير الاكل اقل ومدروس نظامي كمان. يعني الصبح بدك تعتمدي على شغلات خفيفه مغذيه، عسل، تمر، سمن، بيض، حليب، هالشغلات هذه. الوجبة الغداء مثلا بتكون معتمدة على بروتين، لحومات، رز مسلوق، الشغلات معترف عليها عنا. المساء بدك تحاولي تخففي فواكه، خضار، لبن، هالشغلات هذه على الخفيف. تلتزموا؟ هلا احيانا لا، لانه الوالده لا، وقت المباريات اكيد ايه بالمعسكر ايه، اما اذا كان بالبيت لا. بالبيت طبخ لا، طبخ الوالده ما بيتقاوم. الله يخلي لك اياها يا رب. الله يسلمك. لا ما شاء الله قديش انا بعت الهمة، لانه انتم كلياتكم تشتغلوا بالملاكمه. والله الله يعيننا. شيء صعب. هلا سمر، وصلت انا وياك للبطوله الاولى اللي شاركت فيها وكنت من الاشبال، ولكن حصلت على الذهب عام 1999. يعني انا ما راح اقول للمشاهدين قديش مواليدك، ولكن راح اقول لهم انه ب 99 كان عمرك 13 سنه وحصدت ذهب لاول مره. ذهب اول مره كان. احكي لي عن هي البطوله، لانه دخلت بتحب اللعبه، تمرنت، عذبت حالك، عتتدرب باوقات الراحه، وكانت النتيجه الاولى ذهب. هلا طلعت على البطوله ما كنت مفكر لا خصم ولا شيء قدامي، لانه محضر منيح. طلعت لعبت اول لعبه كانت. شلون كانوا الاخصام؟ هلا منيحين، هلا انه في قوه. لعبت مع اقوى 3 محافظات عندنا بالملاكمه، دمشق وحلب، وكان في ادلب. لعبت 3 لعبات لحتى حصلت على الاول، واخذت من لاعب ادلب، اخذت، هو كان معه الميدالي الذهبي، اخذتها منه، اخذت اللقب منه. يعني كانت انبسطت كثير، وممكن شايف حالي اكثر لعند. يعني انت بهتاك الوقت ناوي على الذهب وحصلت؟ ناوي، نويت لكات خلاص، ما في يعني متمرن، يعني بعرف شو عندي طاقه لهيك. طلعت يعني الحمد لله ما لقيت صعوبه غير باخر شيء، وحتى كان عادي، يعني مو الصعوبه يعني بالنهائيات. بهي المرحله كنت من الاشبال، انتقلت لمرحله الناشئين بال 2001. 2001 كمان حصلت على الذهب. حصلت على الذهب كمان اول وحده بطرطوس، وثاني وحده كان بحلب بصاله الحمداني، كمان جبت فيها ذهب هنيك. كمان كان فرحتي مو بتوصف. يعني هلا الاحلام الصغيره تبني الاحلام، طبعا تبني الاحلام الكبيره، تبني احلام كبيره. بهذا الوقت كنت عم بتفكر بقى ببطوله العرب وبطوله اسيا، لانه فيما بعد بلشت تلعب مع الشباب بال 2002 2003. هو مرحله الشباب هون بدك تصير تفكري مو بسوريا بس، رح تفكري بالبطولات الخارجيه. ليش؟ لانه صرت ضمن المنتخب. لما دخلت ضمن المنتخب كان في ابطال قبل مثلا يسافر. انت بتلعب مع الجيش طبعا؟ نادي الجيش ومنتخب الجيش. سوريا ملاكم. النادي بيمثل في بطولات العسكريه وضمن البلد او بطولات العسكريه العالمي، المنتخب بيمثل البلد. لما دخلت بمرحله الشباب في اصدقاء قديمين بالملاكمه كانوا يطلعوا يسافروا، سمكت مسافر، يطلعوا يجيبوا ميداليات. صار عندي حلم انه لا، لازم اجيب احسن، لازم اطلع من تلين، لازم عم اتمرن مثلين، يعني ما حدا احسن من حدا، وبدي اتعذب لحتى اصير. ووصلت لهالهدف. عملت تجارب منتخب بالشباب هي بال 2003. جبت اول، وبعدين صار عندي تجارب، لعبت التجارب مع الشباب والرجال. طبعا الرجال لسه كنت داخل فئه الرجال، والحمد لله تفوقت على لاعب الرجال. يعني انت بمرحله الشباب كنت دوبك بديان. بديان من الاشبال، وانت عم تحصد الذهب. اشبال ناشئين. ايوه اشبال ناشئين شباب. شباب. بعدين هون دخلت اول بطوله برا سوريا، لعبت بطوله العرب بتونس، تاهلت عليها من التجارب. باي عام؟ هي بال 2004. 2004 حصلت عليها. 2004 بلشت تلعب مع الرجال وقت. هون بالرجال، ايه بهذا الوقت. سن الرجال. حصلت البطوله والميدالي، كنت اول مره باخذ ميدالي برونزي، طبعا بعد خساره مع المصري، وكانت متلاعب بالنتيجه هي اول مره. ورجعنا هيك، بس صار عندي امل انه لا، لازم العب اكثر. ليش؟ مشان اذا صار في ظلم فيني اربح ضربه قاضي اربحها، لانه يعني نحن لعبتنا لعبه نقاط، بيصير فيها ظلم احيانا. وطلعت على سن الرجال، وهون
بلشت المرحلة. بلشت المرحلة الذهبية. قبل ما تابع أنا وياك سومر بهي المرحلة وهالمسيرة، وإن كانت قصيرة بالسنوات ولكن غنية بالذهب، بدي ارتاح أنا وأنت وكل اللي عم بيتابعونا بهذا التقرير اللي من خلاله نحن وأنتم مشاهدينا، بدنا نتعرف أكثر على ضيف درب النجوم لهي الحلقة. خلونا مع بعض نتابع هذا التقرير ومن بعده النعودة. غسون سومر يفوز بالميدالية الذهبية لجائزة محمد السادس في وزن 91 كيلوغرام. إذن هنيئا للشقيقة سوريا بالفوز بالميدالية الذهبية. من قرية عين الشرقية في مدينة جبلة توج بطل في الملاكمة، ليس على مستوى سوريا فقط بل على مستوى العالم بأكمله. إنه البطل سومر غصون. الملاكم سومر غصون هو أحد أبطال سوريا للملاكمة الهواة، حاصل على ذهبية العرب للرجال وفضية آسيا للرجال وعدة ذهبيات في الدورات الدولية. حصد الملاكم سومر غصون ميداليتين ذهبيتين لسوريا بوزن 90 كيلوغرام في بطولة الملك محمد السادس الدولية في المغرب، والتي أقيمت بمشاركة عربية ودولية واسعة. مشاركة سومر أسفرت عن حظ الميدالية الذهبية بعد فوزه في الدور الأول على بطل الأردن بالضربة القاضية، وفوزه في المباراة الثانية على بطل مصر، وبعدها على بطل فرنسا، ليواجه بعد ذلك البطل المغربي ويفوز على أرضه وبين جمهوره بالنقاط العالية. ولكن يبقى السؤال الأهم، هل كل من محمد وسومر وحسين غصون أخذ حقه كبطل دولي وعالمي؟ عائلة بيت غصون اسما عريقا ومعروفا في عالم الملاكمة، إنها العائلة السورية العريقة التي نفتخر بها جميعا ويفتخر الوطن بهم، لأنهم ساهموا ببطولاتهم المتكررة في رفع اسم سوريا عاليا. ومن بعد التقرير مشاهدينا بنرجع نحن وانتم لحتى نرحب بضيف درب النجوم سومر غصون. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. سومر، من خلال المعلومات اللي نحن دائما بنحصل عليها بنشوف قديش هالمسيره اللي عم نحصل من خلال على الذهب عم بتكون فيها صعوبات، التمرين صعب، السفر صعب، انك تحصل الذهب شيء صعب. شو هو اكثر شيء كان تحس انه هو عائق بينك وبين الذهب؟ العائق بينه وبين الذهب، شو هو الشيء اللي كان صعب عليك؟ بس ما فهمت عليك سؤال، بالتمرين او انه لا بالبطوله؟ بالبطوله. يعني انت عم بتروح على البطوله، شو هو الشيء اللي بتحس انه هو ممكن يبعد الذهب عنك؟ ما في، يعني لما بكون ماني متمرن ما بفكر بالذهب، بدي افكر بس انه اجيب ميداليه. بس لما بكون متمرن ما في شيء عائق، ما في شيء، بس في شيء اسمه رهبه حلقه، هيبه حلقه، هي دائما موجوده. يعني حتى لو كان واحد معه 10 بطولات عالم، في شيء اسمه هيبة حلقة. أما عائق الحمد لله ما كان في عائق نهائيا. كنت يعني في القدرات اللي عندي إياها كنت واثق منها. يعني الواحد بس يكون متمرن تعبان حاله ما بيخلي عائق قدامه نهائيا. قبل البطولات قديش كانت بدها تمرينك باليوم؟ هلا باليوم؟ يعني تقريبا 6 ساعات، 7 ستة سبعة قبل البطولة؟ إيه، بس ما متواصل على فترات، لأنه هلا مثلا الصباح يكون ساعة ونص ساعتين. هلا الظهر كان هذا اجتهاد نفسي مني، اتمرن كمان شي ساعتين، المساء يكون كمان شي ساعة ونص ساعتين هيك شي. هلا هو بالمنتخب 4-5 ساعات كترت يعني، بس في اجتهاد نفسي كان مني انا. اكيد كونك بتحب اللعبة. وصلنا لمرحلة الرجال ومن خلالها صار في سفر للخارج، وان صار في ظلم بتقدير بعض النقاط، ولكن انت بتقدر بالضرب القاضي انك تحصل النتيجة وتعدلها لصالحك. احكي لنا عن البطولات اللي كانت كتير ميدالياتها غالية عليك. نحن بنعرف قديش العرب وآسيا هي من البطولات المهمة بالنسبة للاعب الملاكمة، صح؟ فحكي لنا عن هالبطولات هاي. هلا هي الميدالية الأغلى طبعا ميدالية بطولة آسيا، كان ب 2007 بمنغوليا.
كانت أول تجربة إلي على مستوى قارة آسيا. وربحت جبت فيها ذهب، كمان ربحت حامل اللقب إيراني. لعبت أربع لعبات، اللعبة الأولى كانت مع كوريا، الثانية مع كازاخستان. مع كازاخستان كان صعب لأنه دولي متقدم بالملاكمة، انتهت فارغ نقطة واحدة. اللعبة الثالثة كانت مع أوزبكستان، الرابعة كانت مع إيران، والحمد لله تفوقت بالأربعة، جبت ذهبي و كانت شر كبير يعني. لما بيكون خصمك قوي بتستمتع بالميدالية أكثر؟ أكثر طبعاً، ما في شيء بتلاقي لسته إلا بعد عذاب يعني. هلا أنا تعذبت كثير اللي أخذتها، بس آخر شيء ارتحت وانبسطت بالميدالية كثير يعني، مو بس عذاب الحلقة، عذاب التمرين. شاركت بهي البطولات يمكن أربع أو خمس سنوات، بطولة آسيا حصلت ميداليتين ذهبية وفضية. هلا قبل بطولة آسيا كان في بطولات دولية، هي كلها بتكون تحضير معسكرات يعني. منا كنا بهنغاريا ببودابست، طلعنا لعبنا بطولة هميكي، وكان في معسكر طلعت على إيران بطولة فجر الدولي، جبت فيها فضة. بهنغاريا جبت ذهب، ببطولة الملك عبد الله بالأردن جبت فيها ذهب، وطلعت كمان ومعسكر باليونان. كلها هي كانت تحضير لبطولة آسيا. لعبت ماتشات ولعبت بطولات لحتى يعني قدرت جيب الميدالية، لأنه يعني لعبة الملاكمة مو لعبة تمرين، لعبة احتكاك خارجي، فيك تحتك بأكثر من مع يعني بأكثر من مدرسي بالملاكمة، مثلا المدرسة الكازاخية لحالها، الكوبي لحالها، كل هذه له مدرسة، لازم تحتك بالكل حتى يصير عندي خبرة باللعبة. وهي كانت كمان حافز لجيب الذهب غير التمرين. هذا الاحتكاك بكل هالمدارس اللي حكيت عنهم خلاك تغير طريقتك باللعب؟ اخذت منه شيء؟ ما بغير، بس بتطورت لي الطريقه. هلا كيف مثلا انا عندي طريقه، ما فانا فبشوف اللاعب مثلا لاعب كويس عنده طريقه، باخذ منه حركه، من كل لاعب باخذ حركه انا بظبطين وبعمل فيهم طريقه. يعني مثل لما والدي دربنا، هلا نحن خمس ست اخوي، كل واحد بيلعب طريقه شكل، كل واحد بنى طريقه لحاله، مع انه المدرب واحد، كل واحد وتأسسنا لحاله مدرسة. ايه ايوه، فهيك صار وانا صرت اعمل هيك برضه، عفوا وهيك صرت اعمل برضه، الحق اللاعب الكويس اخذ منه الحركه، ضل اتدرب عليها لتظبط معي، وشكل طريق وشكل طريقه لحالي واشتغل يعني. بعدين صار في طريقه خاصه فيك انت كسومر غصون. من بعد كل هالمعسكرات اللي حصلت من خلالهم على الذهب، تهيأت، تمرنت، احتكيت بمدارس الملاكمة، قدرت تعمل لحالك طريقة خاصة فيك، ومن بعد انطلقت للبطولات. بطولات آسيا كانت أربعة اللي شاركت فيهم أو خمسين، هلا بطولتين آسيا أخذت ميداليتين، ميداليتين الدورة الآسيوي طبعا ما جبت فيها الشيء بال2010، وفي بطولتين آسيا هدول مؤهلات للأولمبياد، جبت فيهم فضيتين. بس ما بيعتبروا انه ميدالي اسيوي، لانه لازم تجيب الذهب لحتى تتاهل على الاولمبياد. طبعا انا جاي فيهم اربعه، بس هدول لحالي اسمها الدوره الاسيويه التاهيليه للاولمبياد. مثلا نفترض كان بكين او كان باي دوري. والذهب؟ الذهب كان بمنغوليا، فضه كان بكازاخستان. لا هلا بقى الذهبيه، ذهبيه اسيا بدنا نحكي عنها شوي. شو بدك تحكي لنا؟ هي نفس تبع منغوليا اللي جبتها، هي اللي ربحت فيه أربع لعبات لحتى حصلتها، حكيت عنها هلا. هلا سومر، من بعد بطولة آسيا قديش ضليت لوقت ما التحقت بخدمة الجيش؟ بعد بطولة آسيا؟ مباشرة؟ مباشرة. لأنه شو عارفي؟ ما في مدة فاصلة بين آخر ميدالية وبين لأنه كنت على أساس مأجل، هي قصة، كنت على أساس مأجل وطلعت بشعب التجنيد ما أنا ظابطة اخذونا على العسكري، بس فورا يعني التحقت ب يعني بعد شهر ونص. طبعا قابلت سياده الرئيس، نوجه له تحيه والله يحميه ويحمي جيشنا ويحميك يا رب ويحمي رجال الشمس. قابلته انا كان لي 10 ايام بالدوره، لهيك فورا ما انتظرت يعني شهر ونص، فورا رجعت فرغت على الرياضه. اثناء الخدمه، خدمه الوطن، عم بيصير في ابتعاد عن التمرين يعني. هلا انت صار لك اربع سنين احتياط، هلا ايه لانه مدة. في احداث. ايوه، اما قبل لا، كان فورا بس اي لاعب يكون ما كان يجيبه عن طريق نادي الجيش. هلا انا ضمن الاحداث ابتعدت كثير، مو شوي، قضيت اول فتره سنتين ونص. بتحس انه هذا الامر بياثر عليك ولا لا؟ طبعاً. في عندك؟ طبعا بياثر كثير كثير، لانه لعبه الملاكمه لعبه بدها متابعه وممارسه دائما، ف
فما بيصير توقفي عنها يعني، والشهر بيعطلك 3 شهور، 3 شهور بيعطلك الستي. فلهيك ونحن سمعنا كمان قبل فترة أخبار سيئة عن صحتك، أنه أنت قضيت فترة للعلاج كنت مصاب، فالحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. بس طول العلاج تبعك. شو بدنا نعمل؟ عند الله شو بدنا نعمل؟ يلا الله يحميك. هلا تجاوزت قصة المرض؟ ايه هلا الحمد لله ما بقى تأثر على أدائك؟ لا ما بتأثر إن شاء الله. يعني هلا بعد العلاج هذا عندي فترة تحضير، رح أحضر إن شاء الله للسنة الجاية. بدك تبقى عم بتمارس اللعبة كلاعب تحصل على جوائز، ولا رايد إنك تنتقل للتدريب؟ هلا رح أحاول إنه هالسنة تكون مو السنة هي الجاية رح تكون آخر إلي كلاعب. ليش؟ آخر سنة. خلص حاجة. اكتفينا من الذهب؟ ختيرنا. ختيرت لساعتك شاب. شو عمرنا 30 سنة. هلا قمة العطاء. هلا صار هلا يعني كمان الرياضة عنا شوي صعبة. فبدك تفكر بشي تاني كمان. وكمان في مستقبل. عن المستقبل وعن الآمال بدنا نحكي، ولكن بعد ما ارتاح معكم مع المشاهدين بهذا الفاصل. مشاهدينا نحن وانتم مستمرين بعد الفاصل. وبنرجع نحييكم مشاهدينا ومنحيي ضيف درب النجوم سمر غصون. من بعد هالمسيرة اللي تكللت بالذهاب على الرغم من الصعوبات، على الرغم من الحالة الصحية اللي تجاوزتها، من الخدمة الإلزامية اللي منتشكرك عليها، ومنحييك أنت وكل رجال الشمس اللي عم بيحافظوا على سوريتنا اللي هي أمنا. أكيد في أحلام، في تفكير بالمستقبل، في تخطيط. شو بدك تحكي لنا عن بكرة؟ كيف عم بتخطط لبكرة؟ هلا كرياضة وملاكمة يعني كحياة بشكل عام. وأكيد اللي بيهمنا بالأمر هو الرياضة والملاكمة. هلا بتوقع كل الناس بتعرف البلد إنه الرياضة مو كتير يعني طعمة، مثل ما بنحكي بالعامة مو كتير بالطعمة خبز وما بتعمل مستقبل. هلا أنتم بالذات في عندكم صعوبات، أنا حكى لي والدك بالحلقة الماضية إنه في صعوبات كتير. يعني هلا في كتير بطولات ما تكرمنا فيها، ما أخذنا شيء، يعني ما احترام للقيادة القطرية واحترام للاتحاد الرياضي. بس شو الثغرة ما بعرف. علما انه معروف بسوريا الالعاب الفردية هي الالعاب اللي بترفع طبعا العلم الجمهورية العربية السورية بكل المحافل الدولية. صح. يعني ونحن اشتهرنا على مدى سنوات انه نحن بالالعاب الفردية ابطال. يعني هلا يعني ما عم حكيكي انا مش بشكل فردي عني، لا في كتير العاب، هلا في العاب رفع الاثقال، مصارعة، ملاكمة، كلها في لعبة كتير ما اخذت حقها. يعني هلا مو بس اخي محمد، في عندنا كثير ابطال، يعني اذا بدك بذكر لك اسمها. يعني هذا الامر بياثر على ادائك، بخليك انه انت نفسيا تفكر بشيء اخر. نفسيا ايه، لانه مو معقول انا اترك رياضه كبطل وروح بعدين ادور على شغل اشتغل هيك. الامر بس بيتعلق بالتكريم ولا لا؟ بتريدوا شيء ينعمل؟ تكريم عندك نهائيا ما يعني قليل جدا. يعني تخيل مثلا على بطولة آسيا 30,000، تكوني محضرة أنت بشو 400,000 لتوصلي على بطولة آسيا، كان ممكن ب 30 و50,000. يعني تواخذين، أنا بتمنى أحكي بس نسأل السؤال ولازم نجاوب. عم بتفكر إنك تكتفي بتدريب لاعبين؟ تدريب السنة القادمة. السنة الجاية. طيب مشروعك مؤجل لمدة عام، شو بدك تشتغل خلال هذا العام؟ بالرياضة؟ يعني لسه في عندك نوايا انه تعمل شيء بالرياضة قبل ما تنتقل؟ بدي احاول اني اجيب نتيجة. طبعا انا عم اشتغل شغل خاص، ما رجعت مشان فالشغل الخاص في شخص هو اللي رح يرجعني على اللعبة ووعدني بشيء كويس ان شاء الله، لهيك رجعت. فيها مردود مادي. وثاني شغلي واللي هي الاهم انه بالاحداث حلوة تجيبي ميدالي وترفعي علم البلد ونعزف النشيد الوطني بأي دولة تكون. يعني على الرغم من كل الصعوبات اللي عم نعانيها بالخارج، انت رايد تطلع وتجيب الذهب ان شاء الله. ان شاء الله نحن هذا الامر اكيد بنتامله. سومر، عيلة الملاكمة اللي احتضنتكم انتم كلياتكم، والدك حسين غصون وانت ومحمد وعلاء وكل الشباب، حتى اخوك الصغير اللي هلا بعرف انه عم يتدرب. فبتحس انه صار في لكم مدرسة خاصة فيكم، بتحس انه انتم لازم تعملوا مشروع كبير من خلاله، يصير في نادي خاص، يصير في شيء تعملوه، لانه مو معقول ما شاء الله يعني كل هالبطولات، كل هذا الذهب، هالمسيرة الحلوة الطويلة الغنية، ما بتفكروا بشيء مشروع خاص فيكم انتم؟ قال غصون هلا في
هلا في مشروع وفي نادي، بس انت بدك دعم. بدك ما بس الدعم، بدك الدعم وبدك الناس كمان اللي عم تجري عندك اللي عم تجيب ميداليات كمان تاخذ حقها. هلا في عالم كثير، نحن بالنادي يعني نادينا في اكثر من 40 بطل جمهوري وعلى مستوى دولي، وفي عالم مثلت البلد ببطولات خارجيه غير الغصون ومن نادي الغصون، وكل يعني العالم تعرف كلها، بس اخر شيء يعني عم تجيب بطوله ما عم تاخذ حقك. وبعدين يعني رضيان عن مسيرتك المهنيه بالرياضه؟ طبعا اكيد كنتائج وكاي لاني بحبها اكيد، بس اما كماديا لا. احنا سعيدين بكل الميداليات اللي حصلت عليهم، سعيدين بكل مره نرفع علم الجمهوريه العربيه السوريه، وسمع العالم على الملأ كلمات نشيد الجمهورية العربية السورية. بدنا نحييك سمر غصون، بدنا نتمنى لك التوفيق بأي عمل كان خاص أو عام، بنتمنى أنك تحصد المزيد من الذهب، واللي بدهم يتربوا على إيديك مثل ما بيقولوا أو يتدربوا على إيديك بنتمنى أنه يحصلوا الذهب لسوريا مثل ما حصلته. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية، تحية لك. الله يسلمك. ولألكم أيضا مشاهدينا كل الشكر على حسن المتابعة. درب النجوم بيودعكم اليوم، ولكن اللقاء معكم مستمر بحلقات قادمة إن شاء الله. يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. إلى اللقاء.